وقف السيارة وقف السيارة. يلا بابا. الحمد لله اني مشيت على خير. عن جد شكرا كمال، عذبتك معي. لا ولو، المهم انه الحمد لله على سلامتك. شو كيف صرنا يا مدام؟ الحمد لله هلا احسن، بس عن جد الوجع كان كثير قوي. عفوا حضرتك زوجة؟ بنتها غالبا في بحثها على الحالة. ايه بس كانت ما عم تحسن تمشي. شي طبيعي. على كل حال انا كتبت على شوية تحاليل وصور لازم تنعمل بكره. ان شاء الله دكتور. شكرا. ولو سلام. شكرا شكرا الله يخليك. عن جد شكرا بابا، الله يخلي لنا اياك يا رب. طيب بابا بدي اشوف الدكتور مشان اخذ منه الاوراق تبع التحاليل. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.